السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعدت جدا جدا أيما سعادة أن ألتقي بكم في هذا المساء، وصراحة يعني طال غيابنا من الساحة، لكن نتمنى أن نعاود الاتصال بكم إن شاء الله مجددا، و نتمنى أن الناس تستفيد من بعض ونزداد علما مع بعض ونتبادل المعرفة. صراحة تقلقني السعادة بعد الإصرار من الإخوة والزملاء والأخوات أن نبدأ في أو نستهل في برنامج اللغة الإنجليزية، وقد سبق لي التجربة في تدريس اللغة الإنجليزية لكن عبر اليوتيوب أو اليوتيوب، لكن الآن إنه it's high time to get advantage of these technological advances to use them. فأنا صراحة بشوف إنه ده وقت مناسب جدا جدا، يعني زمن جميل جدا وعظيم جدا جدا إنه نستفيد، يعني رغم اللوك داون الحظر الصحي والحظر والكورنتين وكذا الحجر الصحي أو الحجر الصحي عفوا، لكن نحاول زي ما بيقولوا إخواننا إنه نعمل من الفسيخ شربات، يعني إنه حتى في الأيامات الصعبة اللي هي الأدفيرسيتيز والأدفيرسيتي إنه نحاول نشوف الأمور بصورة إيجابية، يعني بحاجة اسمها البيردز آي فيو، ننظر لها بنظرة إنه ما بالنظرة بتاعت الدارك سايد، لكن خلينا نعين لها بالناحية الإيجابية، خلينا نتكلم بإيجابية، خلينا نناقش مواضيعنا بإيجابية، نشوف مواطن ضعفنا بإيجابية. وانسي انه انا ما قادر اتكلم انجليزي دي ما مشكلة، لانه في ناس احسن مني ومن ناس كتار جدا جدا في مجالاتهم، فوانسي انك انت ما كويس في المجال دي ما مشكلة حتى ولو بقى مجالك، ليه؟ لانه في فرصة، قد يكون في هناك نفق مظلم لكن من ذاك النفق في ضوء أحمر أخضر وتيرا بيقول لك إنه يا أخي أنا موجود. فأنا دعا الناس تتعامل مع الموضوع ده بكل أريحية وبكل شفافية، إنه ده سلاحنا، إنه ما في حل، الحل في التعليم، ونخلي المسيرة التعليمية، لأنه كما تعلمون إنه learning is lifelong process is lifelong، يعني مدى الحياة. ونحن عندنا في السودان نقول لا تقول أنا كبرت وفاتني زمن العلم، بل اطلب العلم طول عمرك. وعلمنا في الأثر برضو اطلب العلم من المهدي للحد، واطلب العلم حتى ولو كان في الصين. فدي كلها مواضيع جميلة جدا جدا. أنا صراحة في اتكاءة هذا المساء يرق لي أن أناقش بعض هذه القضايا، وأتمنى من الآن فصاعدا الحمد لله إن الناس تتفاعل معنا في السوشيال ميديا مالتي ميديا، يعني إحنا نتكلم مع بعض نشوف إنه بنقدر نحاول نسهم، يعني إسهاماتنا بقدر الحاجة ربنا منا علينا، ونحمد الله، يعني أنا أحمد الله على هذه المنة والفضل، فله المنة والفضل. فأنا أتمنى إنه أي شخص فيكم في الفيس في تويتر في اليوتيوب في الزوم، لأنه الآن أنا ببث من الزوم، فأتمنى إنه برضو حاصل الرابط في صفحتي في الفيس، يعني الناس اللي عندهم زوم حتى لكل الناس، يعني أنا أتمنى إن الناس تبدأ تشاركنا وتحضر في قاعات الـ virtual learning أو الـ distance learning أو الـ e-learning،
وده زمن بحكم انه في وباء او ابتلاء، بحكم انه الحظر، بحكم انه الحجر الصحي، بحكم التوقف الحاصل. لكن العجلة بتاعت التعليم والوتيرة مستمرة، فما في حاجة بتخلينا نقف. وزي ما ذكر مارتن لوثر كينج قال if you don't know how to fly you have to run. If you don't know how to run, walk. If you don't know how to walk, what should I do? What must be done? Crawl. يحبو. ويقول المثل تقريبا انه ما زال الليل طفل يحبو لكن لا نتوقف. فأنا صراحة عايز أقول إنه this is the kickoff, this is the threshold, هي ضربة البداية. فإن شاء الله من الآن فصاعدا تقريبا حنكون أونلاين حوالي الساعة 11 بالضبط، في ربع ساعة 15 minutes yes. إن شاء الله تكون مفيدة ومثمرة. ممكن بعدها نفتح الفرصة للنقاش، أو الناس ممكن تتواصل معنا أونلاين سواء كان بالفيس أو بالزوم أو في الواتس. فأم أفيلابل، أم إميديت، فنحن نقدر نتناقش. الآن بس عايز أبدأ بجزئية بسيطة جدا جدا، وهي لا علاقة بإنه why don't we socialize. طبعا لما نتكلم عن فكرة الـ socialization or being sociable is on contrast to the word aloof, a bit distant, one who lives in isolation. فلما نقول إنه socializing, that's the way that we can talk with each other. And the way we can talk has many, there are many ways. And this is, by the way, one of the ways that we are contacting with each other. خلاص؟ ودي واحدة من الطرق. فأنا أتمنى إنه الناس تستفيد، ولو في أي تعليق، إضافة، مشاركتكم في القناة، مشاركتكم في الزوم، هي بالنسبة لي أنا في شخصي ضعيف، هي it's really overwhelmingly, absolutely is a value added. حقيقة والله هي قيمة مضافة بالنسبة لنا، أو قيمة حقيقية تضيف لنا وتعني القليل الكثير صراحة. عفوا للحن، فلأنه يقال في اللغة العربية الإكثار يفيد الإهزار. أتمنى إنه الناس تقدر تشارك معنا. أنا بحاول أشارككم بشيء بسيط لهذا اليوم، وإن شاء الله الكلام ده حيكون بوتيرة متواصلة يومياً تقريباً شهر من الآن إذا ربنا مد في العمر والأمور مشت تمام. ودعواتكم لنا يعني ربنا يوفقنا لإنجاح هذا البرنامج. على الأقل نحن نواكب رب، يعني هو قال ودع فإن ربكم وطحنوا، لكن نحن عايزين نلتحق برب، يعني ما عايزين نكون lagging behind لكن عايزين lagging behind يعني نكون كده، فعايزين نكون في المقدمة. وإن شاء الله بدعمكم لنا ودعمكم للقناة في اليوتيوب ودعمكم في الفيس ودعمكم في الواتس حيكون إضافة حقيقية، وحنقدر نتشارك. وأنا ذاتي بحب أستفيد من الناس، يعني من تجاربهم ومن خبراتهم وهكذا. فخلونا نبادل الآراء والأفكار. وإذا أي شخص عنده مشكلة في اللغة الإنجليزية you are warmly welcomed، يعني مرحبا بكم بلا خوف بلا تردد بلا خجل. These are the three killers. يعني بتلقى زول وعايز يتعلم لكن خايف، ويقول المثل إنه there's nothing to fear but
fears of. False evidence appearing real. فياخي هي false. ليه نحنا نخليها حقيقة؟ اثنين shyness. الشاينس اللي هو الخجل حاجة جميلة جدا جدا. ده في الرجال ناهيك عن النساء لأنه عثمان بن عفان يضرب به المثل في الحياة. لكن مع ذلك ما نخليه الإفراط والتفريط, يعني ما نفرط فيه لأنه بتبقى مشكلة وما نفرط فيه لأنه إذا بقى زايد بتبقى مشكلة, يعني ما حد يتعلم صراحة. بس فعشان كده شيلوا من الخجل إنه زول يواجه. كويس. آخر حاجة الخوف, الهيزيتيشن سوري التردد. بتلقى إنه الشخص هو عايز يتكلم, عايز يظهر شخصيته بالتحديد في اللغة الإنجليزية وكل اللغات يعني, لكن أنا أعني وأقصد اللغة الإنجليزية. إنه الواحد ما لا يتكلم بالنسبة لأنه هو خايف. فيا أخي رجاء هو متردد, فما تترددوا. أسألني على الخاص, أسألني كده أونلاين هنايا أور وايفا يعني. خلاص, فإن شاء الله حنمشي خطوة بخطوة, ومشوار الميل بيبدأ بخطوة يعني. فإن شاء الله ما في مشكلة يا شباب. أتمنى كل السامعيننا ومتابعيننا متابعة طيبة نرجوها لكم ونتمناها لكم صراحة يعني. طيب أنا عايز أشارككم بحاجة بسيطة جدا جدا, وإن شاء الله الزمن يسعفنا لأنه أنا ما عايز أطيل. أنا قلت ربع ساعة ليس إلا. كويس. فإذا بقت أكثر بتبقى إشكالية في حد ذاتها صراحة, فخلينا نأخذ الحاجة دي كبداية. يس. خلونا نسمع كلام الراجل ده. هذا نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا يتكلم عن جزئية جميلة جدا جدا وحاجة شيقة جدا جدا. يعني على التعليم, هو ضرب أمثلة في أشياء كثرة لكن تحدث عن التعليم بصورة جميلة جدا جدا, وده نموذج يعني صراحة للناس, يعني نموذج الناس تقتدي به. طبعا القدوة الأولى هو أفضل من وضع قدمه الثرى. كنا نحن دائما نتكلم طبعا في أي حاجة رسول صلى الله عليه وسلم يعني about everything, لكن أنا عايز أتكلم من بعده يعني الناس الإنسانيين. طيب قال شنو نيلسون مانديلا؟ قال education is the most powerful weapon weapon which you can use to change the world. You can use to change what? The world. The world cannot change itself, but we, the people, we can change it. Okay? But get sure that change will never ever comes overnight. Yani for guarantee, for sure. To be honest. Tamam? التغيير لا يأتي بين عشية وضحاها, لكن it will come gradually. طيب ما زول ممكن يسألني أو شخص ممكن يسألني إني أكرم يا أخي أنت تكلمت عن التغيير, لكن خلونا نتكلم عن جزئية في التغيير. إنه as you can see that changes or change starts from within. التغيير بيبدأ من هنا من الداخل. وهو ضرب مثال بنفسه يعني في التغيير. وعندنا من قبله أبونا
الذي سمعنا المسلمين، فبرضه بدأ بنفسه. فدي أمثلة جديرة بالذكر صراحة، ونتمنى إنه نحن نقتفي أثرهم في التغيير. الواحد يبدأ بنفسه ويواصل، وأنا أحاول إنه أقف هنا باعتبار إنه صراحة الزمن الكلام جميل وكثير، لكن كل مرة إن شاء الله نأخذ جزئية موضوع معين. هي دي الاستفتاحية أو الـ inauguration day، يعني أو الـ inauguration day، تمام. لكن أتمنى إنه أقدر أتواصل مع الناس بصورة هادفة، بصورة إيجابية. As I told you earlier that it's high time to start learning, whether it's e-learning, I mean virtual learning, distance learning, or learning at home, the hardware. So that's why we'll do it regardless of many things, okay? Many things. We don't have to stop, okay? We have to keep on. Okay? We'll never ever stop. Not ever do that. Okay? But we will go forward. We'll go ahead. Nothing will stop us. Nothing will stop us. So this is what I would like you to learn. And this is what I would like you to do. And having done this, you will be amazed. You will amaze others. Definitely. ستكون بالبداية، لكن إن شاء الله القادم أحلى معكم وبكم وإليكم. The best is yet to come. Hence that there are, or henceforth there are, some willing hearts so as to learn. We are here to extend our hands to every willing person that to do it, no matter what, no matter how, no matter why. Yeah, just get us your ears. Just try to be your all ears, and you will see it. You will see it. You will touch it. You will smell it. You will hear it. Okay. So that's why everything can be achieved, okay? Learning English is not that difficult. It's a piece of cake. It's so easy. But at the same time, it needs to exert a lot of efforts. Learning English is not an impossible mission, but it's not a difficult task to be done. Get sure that we can do it. It's doable. Those who were before us, they did it excellently. So why don't we think over and think positively? Positively think about it, okay? This is what I would like to say. Thank you very much indeed. I'm so proud to be here, to have you at the Thursday. And if you have any suggestions, if you have any ideas, if you have anything, just share it with me. You know why? Because I do believe that sharing is caring. When you share, it does mean that you do care. So I'm careful. God bless you. Allah bless you. God bless us all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.